معاك كرة الحزب. وبالنسبة للمخيرين لم يعرفوا ليش، وهذا مش مدعم بتاع فخر، بل نحب نذكر أنت حملت مسؤولية جمعية العدالة والحقيقة لفرعة عشان من عام 92 يوم. بدي حد عمل شغل ياسين العباسي وزوجه تهيف فرعت عشان الله يرحمه وابنائها كلفونا باش ندافعوا عليهم ضد فرنسا، وعملنا ثلاثة قضايا ضد فرنسا. أنا حكيت من الروس وما زلنا باش نعملوا قضية أخرى ضد فرنسا باش تعترف صراحة بقضية الشهيد حشاد من أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. شكرا. نحن مشينا وخيرنا معايا تم اغتصابنا، نحب نقول لكم هذا بصراحة ونحب نخبي عليكم، تم اغتصابنا منذ 3 أشهر وتم إعداد المؤتمر بدوننا. احتراما سيسي سي فريد والخيال العائلة سي باشا لأنه احنا نحترم سي فريد. كنا نشاركوا في الوقت وحكينا معاهم وقلنا راهو فرنسا في الهجرة ما غير وفاق داخل لدى تونس، ما غير قائمة مستقلة، قائمة وفاق من عنده حد شيء، لأنه أي حركة لدى تونس التي تنادي بالوفاق في تونس ما توصلش باش تحقق الوفاق داخلها مش هتكونش توصل. وأي حركة، وهذا كان يقوله سيد باشي لرئيس بورقيبة في الكتاب اللي كتبه على سيرة رئيس بورقيبة 3 مرات ذكرها، يقول لرئيس الحزب لم يطبقش ديمقراطية في حياته لا يمكن أن يطبق ديمقراطية في تونس. جاءت مرافعة موسى زيتون وجبت نص أهو نص نتاع وفاق نتاع مد أيدي نتعاون لأخوان جين مش لعبة سهلة، النهضة مش حكاية سهلة، النهضة عندها أنصار في الجمعيات الإسلامية الكل في السفارات في جبهة تونس ويجب نكون احنا النهضة كاس قدوة من وجه النهضة وناس الدعم يمشي موسى صوت. السيد رئيس المؤتمر، السيد الضيوف، اخواني اخواتي، نلتقي اليوم في المؤتمر التأسيسي لحركة نداء تونس. بفرعي فرنسا الشمالية يجمعنا حب الوطن، يلبي نداء الواجب، هذا النداء الذي أطلقه السيد باشي خانسبشي في ظروف عسيرة داعيا لوحدة الصف والشحن العزائم، باعثا الأمل لدى التونسيين. باعثا الأمل لدى التونسيين في إمكان إحداث التوازن السياسي كشرط للتداول السلمي على السلطة وإرساء ركائز النظام الجمهوري والديمقراطي. نعتقد أن النداء نجح في ضعف وجيز في توحيد الصفوف والتأليف بين التيارات الرئيسية التي ساهمت في بناء تونس الحديثة. أولا الحركة الدستورية بشهدائها ومصلحيها وعلى رأسهم السعيد بورقيبة رحمه الله. ثانيا الحركة الديمقراطية بأبطالها وشهدائها وفي مقدمتهم الشهيد فرعت عشان رمز النضال الوطني والاجتماعي. الوفاق أنا والله جوشوي تريت، يعني أنا حزين جدا أن أقول لكم أن المؤتمر هذا ما توفرت فيه صورة ديمقراطية، وأنه إحنا ما إحناش
لأنها قائمة على الاقتصاد. أعطينا كلمة. لا 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 ما نعملش كلمة باتفاق ساعة على ثلاثة دقائق، خذيت خمسة دقائق وكلمتك كانت حرة إلى أقصى درجة. عايش عايش باي كيف ما اتفقنا عايش سنهادي ارتك ارتك خلي بالله لو خيال بكل احترام بالله اللي بشوق عاد يقعد واللي بشي معناتها باش ياخذ كلمه يقعد يستنى نحترموا بعض ياسر هكا راهو ياسر راهو فما ناس اخرين تنجم تعمل كيفكم راهو فما ناس محترمين وعندهم جايين 400 كيلومتر و 600 كيلومتر يستنوا باش يفوتوا ولذا مش معقول نحترموا بعض ناس كل توقع تشد بلايصها ناس كل توقع تشد بلايصها واللي عنده ما يحكي يتفضل الناس كل في بلايصها منظمين راه فما ناس اخرين تعمل اكثر من هكا نحترموا العائلات اللي جايه من بعيد نحترموهم من صغارهم ناس صغار من كاروسة عيب هذا اللي هذا شيء براسكم مش تعداو العملية والتصويت نفضل كيف ما قلت لكم وين شو وين الصندوق